متابعينا متابعي صفحة قناة مدينة عين البيضاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ككل سنة وكما عودناكم، قمنا بزيارة سوق المواشي لمدينة عين البيضاء واطلعنا على أحوال السوق هناك. بكل صراحة لاحظنا ركود كبير في سوق المواشي وإقبال محتشم أو شبه منعدم للمواطن، حيث أننا لم نستطع أن نتحصل على أي تصريح للمواطن. تابعونا في هذا التقرير. الاسعار تاع المواشي هنا متناول الجميع، الناس الكل تعيد. الاسعار كما نقولوا هنا رخصه معقوله، الاقبال قليل، ما كانش الاقبال تاع الشاري ما كانش، سمعت الاقبال قليل تاع الناس، الناس حليله الدور ما كانش، هذا هو اش نقولوا. ما بين 45 25 22 يا له قلت له ما كانش تاع 52 ما كانش ما كانش 45 كرسي ما كانش كرسي الهربين ميت ما حيد السوق ميت الهربينات مقارين كاك فراد الهربينات مقارين هذا هو ما كانش. السلام عليكم. والله الكاميونات مقارين هنا في القوايل راك تشوف فيهم لا السوق لا والو الخدمه ما كانش والله من 7 تاع الصباح وانا مقارين هنا. اخي تعرف كيفاش الاسعار نتاع السنه راهي اسعار باهيه اللي سما كيما قالها واحد ضعيف يقدر يدي حاجه اللي يحب هو اللي كتبت له كذا. السلعه هي عطا ربي السلعه ربي يبارك كلش الخير هاو بزاف هذا واش راح نقول لك انا. نعم هنا الاسعار نتاع الضحيه كاين من زوج حتى لستة. سمعت العزيز كل انسان يدي واش على واش قدر، والمهم هذه نعمة احنا ماذا بينا على الخير زوالي والناس كل انسان كما قالها واحد وين يروح يلقى الحاجة اللي يحتاجها وهذا مكان وقدره وهذا مكان هذا واش راح نقول يا اخي.
حنا الماء تاعنا عندنا رخيص نبيعوا فيه بلا باطل، حنا موال على روحنا، الصورد ما كانش، ربحنا التعب، ربحنا التعب، هذا ما كان، كلش ما كانش، المروضات، الدواء ما كانش، إيه المهم واش نقول لكم، حنا نخدموا بلاش الدوبة بركبش. في متناول جميع الاسعار. كبش تاع 5 ملايين نبيع فيه بثلاثة ونص، غروب بزوز ونص. الموالة راه خاسرين 100%. خاسرين. الزوال يا ويعاني. ماهوش لاحق الخدمة ما كانش. كلش ما كانش. حنا نعانيو. شفتوا الموالة عياهم يعانيو. هذا ما نقولش أنا. هاكو تشوفوا في السوق كيفاه راقد. السوام خاطية بعضها. الموال يرغي واللي يشري يرغي. وحنا ما لقيناش رواحنا هاي جاي لقيلت السوق هو مفيد فهمتي السوق الناس كل تخدم فيه والناس كل توكل الخبز فهمتي كاين كم نقول هنا اللي يعوض السوق ساعة الفوق ساعة تحت كاين كم نقول هنا الموال هذا كم نقول هنا يجيب رزق ويبيع كاين حاجة من 2 ملايين حتى 6 ملايين الناس كل بربي إن شاء الله تعيد فهمتي اللي يدير رحمة في قلبه بربي الناس كل تعيد والأعمال على ربي وشوف الخير وياسر الخير وياسر يقولوا الخروف مات 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 خرج الخروف أكثر من الغلم أكثر من النعجة.